النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة خلال الفترة القادمة. في البداية ندعوكم للاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، كذلك الحال تفعيل زر الجرس لاستلام آخر التنبيهات الجوية العاجلة أولا بأول. استعرض معكم في البداية محاور هذه النشرة الجوية الرئيسية خلال الفترة القادمة. تذكير باستمرار درجات حارة العشرينية خلال الأسبوع الجاري، كان بأولها درجات حارة العشرينية هذا اليوم الاثنين، حيث فاقت حاجز 20 درجة مئوية في عمان والمدن الأردنية، وتوقعات باستمرار هذه الدرجات العشرينية خلال الأسبوع الجاري أو حتى تتجاوز يوم الأربعاء حاجز 25 درجة مئوية في العاصمة عمان والمدن الأردنية الرئيسية، وتتجاوز حتى حاجز 30 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. مع نهاية هذا الأسبوع هنالك اضطرابات جوية عديدة متوقعة على المملكة، نظرا لاقتراب منخفض جوي عميق سيتمركز إلى الشمال من الأراضي المصرية يوم الخميس القادم، وتأثيرات عدة منتظرة على المملكة بمشيئة الله تعالى، تتمثل بهطول أمطار رعدية غزيرة مساء الخميس ومنتصف ليل الخميس على الجمعة، كذلك الحال رياح شرقية قوية في البداية تعمل على إثارة كبيرة للغبار والأتربة وارتفاع في الحارة، ثم يعقب ذلك انخفاض كبير على الحرارة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية، أو نستعرض معكم في بداية هذه النشرة الجوية صور الأقمار الصناعية الخاصة برصد حركة السحب من حولنا. نلاحظ معكم خلو سماء المملكة مع ساعات صباح هذا اليوم من أي تواجد للسحب، لكن على مقربة من المملكة نلاحظ معكم فوق جزيرة شبه جزيرة سيناء المصرية، كذلك الحال الأراضي الفلسطينية، تواجد حزمة كبيرة من السحب المتوسطة والعالية تتحرك بالاتجاه الشرقي والشمال الشرقي قادمة نحو المملكة والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. هذه السحب ستؤثر على المملكة على فترات خلال الأيام القادمة، ولعلها قريبة ستؤثر مع ساعات مساء هذا اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، لكنها من النوع بمشيئة الله غير الممطر. نستعرض معكم الآن هذه الخريطة الجوية الخاصة بالأنظمة الجوية خلال الفترة القادمة، نظرا لتواجد مرتفع جوي في عموم القارة الأوروبية على الأقل في أجزائها الجنوبية والوسطى والغربية، ذلك أدى إلى اندفاع كتلة هوائية باردة ورطبة من داخل الأراضي الأوروبية نحو الصحراء الليبية ثم داخل الصحراء المصرية. هذا الاندفاع بهذه الطريقة أدى إلى نشاط إضافي في منخفض السودان ومصر الحارئ المعروف بمنخفض البحر الأحمر وتمدده على غير العادة صوب شمال غرب السودان وجنوب غرب مصر، مما يؤدي إلى نشوء منخفض جوي عميق خلال ساعات نهار يوم الخميس داخل الأراضي المصرية، ويتحرك شمالا نحو دلتا النيل أو دلتا مصر صوب القطاع الشمالي أو الوجه البحري الشمالي في الأراضي المصرية، وينشأ منخفض جوي عميق في هذه المناطق. هذا المنخفض الجوي متوقع أن يرفق بمشيئة الله بجبهة هوائية باردة عالية الفعالية ذات عدم استقرارية عالية في طبقات الجو المختلفة. هذه الجبهة الهوائية الباردة متوقع أن تعبر المملكة مع بعيدة انتصاف ليل الخميس على الجمعة، في حين تتأثر المملكة وسائر بلاد الشام بذات المنخفض الجوي والكتل الهوائية الباردة المرافقة بشكل تدريجي مع ساعات مساء يوم الجمعة ويوم السبت بمشيئة الله تعالى. نستعرض معكم الآن درجة الحرارة في طبقات الجو المنخفضة خلال الأيام القادمة. نلاحظ معكم اندفاع كتلة هوائية أكثر دفئا وأكثر جفافا من المعتاد صوب مناطق بلاد الشام قادمة من مناطق شرق مصر وغرب السعودية نحو منطقتنا. هذا الاندفاع لهذه الكتلة الهوائية الدافئة والجافة متوقع أن يبلغ ذروته مع ساعات نهار يوم الأربعاء. لاحظوا معي هذا الدفء الكبير في الأجواء القادمة من هذه المناطق، حيث تتجاوز العظمى في العاصمة عمان مع ساعات بعد الظهر والعصر حاجز 25 درجة مئوية وحتى أكثر من ذلك في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة كما تحدثنا. هذا الهواء الدافئ
سيستمر متموضعا فوق المنطقة مع ساعات نهار الخميس قبل بدء الانخفاض التدريجي مع ساعات مساء الخميس، وانقلاب حراري كبير بعيد ساعات منتصف ليل الخميس على الجمعة بالتزامن مع عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة من مناطق شرق الأراضي المصرية مباشرة نحو مناطق بلاد الشام. لاحظوا معي هذا الانقلاب المفاجئ في درجات الحرارة مع ساعات صباح الجمعة ما بين الهواء الأكثر دفئا صوب شرق المملكة وشمال السعودية والعراق، وهذا الهواء البارد القادم من الأراضي المصرية عبر الأراضي الفلسطينية مباشرة نحو المملكة، حيث تدخل المملكة مع ساعات مساء الجمعة ضمن تأثير هذا الهواء البارد بشكل واضح ورئيسي. ننتقل معكم الآن لاستعراض آخر خرائط الضغط الجوي السطحي والتي تبين كيفية نشوء هذا المنخفض وتعمقه بشكل متسارع داخل الأراضي المصرية. لاحظوا معي القيم المنخفضة للضغط الجوي السطحي داخل الأراضي المصرية وتحركه شمالا خلال أو عبر دلتا النيل نحو مناطق السواحل الشمالية وبلوغه المستويات منخفضة جدا من الضغط الجوي، حيث تشير بعض هذه الخرائط إلى انخفاض الضغط الجوي السطحي في مركز هذا المنخفض إلى أقل من 990 ملبارا، ويعتبر هذا الانخفاض الكبير في الضغط الجوي السطحي تعتبر هذه الأرقام أرقاما منخفضة جدا في هذا المركز وغير اعتيادية سواء الأراضي المصرية أو مناطق بلاد الشام بمشيئة الله. وسنبقيكم على اطلاع خلال الأيام القادمة بآخر تحديثات هذا الانخفاض الكبير في الضغط الجوي. نلاحظ معكم مع ساعات مساء أو ظهيرة يوم الجمعة استمرار تمركز هذا المنخفض الجوي إلى الشمال من الأراضي المصرية وبدأ تحركه مع ساعات مساء الجمعة والسبت نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بشكل بطيء وتدريجي بمشيئة الله. نستعرض معكم الآن هبات سرعة الرياح وهي الأمر المميز بهذا المنخفض الجوي، وعلى غير العادة وقبل هبوب أو قبل عبور الجبهات الهوائية الباردة تكون الرياح بالعادة غربية جنوبية غربية، في حين متوقع تكون هذه الرياح شرقية أو جنوبية شرقية نشطة على غير العادة قبل عبور الجبهات. نلاحظ معكم هذه السرعة الكبيرة للرياح مع ساعات مساء يوم الخميس ومنتصف ليل الخميس على الجمعة وهي بالاتجاه الجنوبي الشرقي قبل بدء عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة القادمة على غير العادة من مناطق شرق الجمهورية المصرية وشبه جزيرة سيناء نحو مناطق المملكة وبلاد الشام، وتحول الرياح تدريجية مع ساعات نهار يوم الجمعة إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة. لاحظوا معي التوقعات الخاصة بالأمطار بنظام محاكاة أمطار الخاص بنا هنا في طقس العرب مع ساعات نهار الخميس، هنالك ظهور متفرق لبعض السحم الركامية الرعدية في مناطق محدودة متفرقة من المملكة تعمل على هطول زخات محلية رعدية من الأمطار مع ساعات نهار الخميس بمشيئة الله تعالى، لكن مع ساعات ليل الخميس منتصف ليل الخميس على الجمعة يحدث انتظام لهذه الهطولات الرعدية كما هو مبين، حيث تعبر المناطق جبهة هوائية باردة فعالة ذات عدم استقرارية عالية في طبقات الجو المختلفة. تمتاز هذه الجبهة بغزارة الأمطار المرافقة لها تعبر بدءا من شرق الأراضي المصرية، كذلك حال شبه جزيرة سيناء ثم النقب الفلسطيني المحتل ثم إلى داخل المناطق المختلفة في المملكة بدءا من منطقة العقبة جنوبا وحتى منطقة إربد شمالا ثم لاحقا نحو مناطق شرق المملكة بشكل تدريجي مع ساعات صباح يوم الجمعة. طبعا مع ساعات نهار الجمعة تتراجع الفعالية مؤقتا قبل تجددها مع ساعات المساء وليل الجمعة على السبت بمشيئة الله تعالى مع التأثير الفعلي للكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي. إذن التوقعات الخاصة بالثلاث أيام القادمة بالعاصمة عمان، كما نلاحظ معكم يوم غدا الثلاثاء العظمى متوقع بحدود 20 درجة مئوية، أقل بحدود درجتين أو ثلاث درجات مئوية مقارنة بنهار هذا اليوم الاثنين، لكن الأربعاء هنالك ارتفاع ملموس وإضافة على الحرارة لتصل إلى حدود 25 درجة مئوية وأكثر في بعض أحياء العاصمة عمان يوم الأربعاء، لكن يوم الخميس هنالك انخفاض قليل للحرارة وكما تحدثنا ظهور متفرق لبعض السحب الركامية الرعدية وتهيئ الفرصة بمشيئة الله مع ساعة النهار لهطول هذه الزخات الرعدية بطابع متفرق وعشوائي قبل انتظام الفعالية الجوية مع ساعة الليل منتصف ليل الخميس على الجمعة، يسبق ذلك هبوب قوي للرياح الشرقية حيث تقترب فيها هباتها من حاجز 100 كيلومتر في الساعة على غير العادة قبيل عبور الجبهات الهوائية الباردة. كان هذا آخر التحديثات الجوية بخصوص هذا المنخفض الجوي وبخصوص درجات حارة العشرينية خلال هذا الأسبوع الجاري. تابعونا خلال الأيام القادمة لمزيد من التفاصيل. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.